واقعا انا لا ادري، وان كنت ادري في زماننا هذا ما الذي جرى. وسائل الرفاهيه، وسائل الراحه، في الصيف بيوتنا مبرده، في الشتاء مدفئه، الاكل، الطعام، السفر، الاستمتاع، ما مرت على البشرية فترة من الرفاهية كزماننا. دوابنا تنقلنا من قارة إلى قارة بكل يسر، ومع ذلك أكثر الأمراض النفسية هذه الأيام، الاكتئاب، القلق، الضيق، التبرم، ومنه الغضب. لماذا هذه الإحصائيات؟ بعضها واقعية، بعضها مبالغة، ولكن المتيقن أنه كثير في الأسابيع الأولى من الزيجة، وإذا بالزوجان يختلفان، يعلو صراخهما، يذهبان إلى المحاكم، أسابيع بعد العقد، ما الذي جرى؟ هذه البواطن ملتهبة غير مستقرة.